ومكتب مكافحة جرائم الاقتصاد حملة لمراقبة توفر الشروط الصحية في عدد من المسابح والأسواق والأماكن العامة في مدينة كركوك. وتم خلال الحملة إغلاق أحد المسابح بسبب افتقاده الشروط الصحية وعدم توفر الكمية المناسبة من الكلور في مياهه، فضلا عن ضبط 1750 كيلوغرام من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك البشري لكونها منتهية الصلاحية أو تم خزنها بشكل مخالف للقواعد الصحية. بالتعاون مع قسم مكافحة الجرائم الاقتصادية ودائرة صحة كركوك تم إجراء حملة صحية مشتركة على المسابح والمحلات العامة والمطاعم، وتم غلق مسبح لعدم وجود نسبة الكلور في الماء وإتلاف كمية 1750 كيلوغرام من مواد منتهية الصلاحية ومعرضة تحت أشعة الشمس، وطالبوا أصحاب المحلات بعدم عرض موادهم خارج محلاتهم تحت أشعة الشمس مما يؤدي إلى تغيير اللون والطعم والرائحة، وهذا يعتبر في قانون الصحة العامة غير صالحة للاستهلاك البشري. والغرض من هذه الحملات والإجراءات إيصال مواد غذائية صحيحة سليمة للمواطنين وتقليل معدل الإصابات بالأمراض المنقولة نتيجة تناول الغذاء والماء الملوث. في ملف آخر، بدأت الولايات المتحدة تحركات لحشد حلفائها من أجل عمل عسكري محتمل ضد إرهابي داعش.